هلا بالشباب. شيشة ربدان سيسيس طبعا. يعزك يعزك. خلنا نشوف. ما شاء الله 7. بعد مرور 28 دقيقة وصل 55 كيلو واط، نسبة جدا ممتازة. كنت بادي من 15%. حرارة الأدابتر الحمد لله. نرجع للشاشة شو تعطينا. بادين بسبعة كيلو ونزل إلى 5 كيلو بحكم أنه من 70 إلى 55، وهذا شيء طبيعي ممتاز جدا الحمد لله. شباب بس للعلم هذا الفيديو بارت 3، بعد مرور 42 دقيقة ارتفع إلى 57. بس للعلم يعني في قابلية للارتفاع، بس هي السيارة روحها توازن عمرها. بس في شيء استغربت منه، ليش مكتوب جاب؟ السلام عليكم. محطة العقة الميريديان وروتانا. طبعا ده ابو بلاش بقى، وابو بلاش كتر منه في الفجيرة. طبعا ده لسه بادئ، هيوصل 47. نقول مساكم الله بالخير جروب سي سي اس. طبعا حبيت اراويكم اول شيء الشاشه، ما شاء الله تبارك الله، وثاني شيء الوحش اللي لا يعلى عليه، ابدا لا يعلى عليه. لا تقول لي شدمو، لا تقول لي مدمو، هني يوقف الكلام، هني يوقف الكلام. وانا وين يعني من ابو ظبي لين وين حيوصلت؟ خط من شكله. وعندك سي سي اس تبغى تروع، ما روح، روح عمان، ما عندك مشكلة. قريبا ان شاء الله بتشوفون على الهوندا في عمان ان شاء الله، اوعدكم. ربدان خمسة وسبعين، الله يبارك. مريايل محطات محجب. كبينة شغالة 100%. أمور طيبة. صور لكم وحش، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. سامحونا، هو قلت بجرت شوي وبروح، سامحوني. خذيت نومة 90 دقيقة 100%. ما شاء الله لا في حرارة ولا هم يحزنون، حتى الكيبل ما شاء الله. بس ونقول توكلنا على الله، ابو ظبي 100%، امورك طيبة. مساكم الله بالخير اخواني. طبعا المعروف لا يعرف. قاعدين نشحن مطر فيه 33، محطة سيح السديرة، دبي اتجاه ابو ظبي، لان المحطة الثانية اعتقد ما مو موجودة على الابلكيشن، يمكن فيها مشكلة او شيء.
سمونا طيب الحمد لله. وياك سي سي اس امورك في السلوكو. عند الشدايد درجة الحرارة 44.5 5 كيلومتر في الدقيقة. محطة رموح. فيفتي 6 كيلو واط من أصل 60 في بعد 23 دقيقة. سي سي اس حبيبي سي سي اس لا حار ولا شيء. ها الأمور سهلات. اختار اسرع شيء. اوكي على السريع بس جرب نشوف كم يعطينا. هذي ابو عبيد يا اخي عيب عليك اعطني السر. شوف ما كنت داعس. شوف 6 ليه 6 ابغى 9 يا اخي. شو هذا؟ السلام عليكم يا شباب. حاطنا على الاساسي عطني 59. السيارة فيها 19% تقريبا وبخليها باذن الله لين 80%. فتقريبا 35 دقيقة انا خالص. سلامي على سي سي اس. يا مرحبا بجروب سي سي اس الاعضاء القدامى والجدد معروف لا يعرف ادابتر سي سي اس 2. انا الحين بمحطة الفد كان فيه 27. شوف يعني اقل عن دقيقتين من 27 ل 30. بس احنا تقريبا 50 برجع العين وانا مرتاح. يعني سي سي اس ما ياخذ وقت عليك 10 دقائق 20%. السلام عليكم جروب سي سي اس. هذه طال عماركم محطة حفيد جنوب. كمل الشحن 43 دقيقة والنسبة 83 واموره طيبة. خلينا لينا 100%. اهم شيء هالوحش. هلا بالشباب. فيديو ثاني بعد طبعا الحمد لله كيف شغال. بعده 5 كيلو وصلنا للـ70 بسنا. نشوف الحين
وين الدرب يا شباب؟ وين الدرب؟ 31 دقيقة ورجع ارتفع إلى 58 من أصل 60. سلام 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 سلام. حمد لا درب لا حرارة لا منك لا إليك. تحياتي. مساكم الله بالخير جروب سي سي اس 2. نحن وين؟ في محطة اكسبو. طبعا حبيت اول شيء تشوفون الماكينة وما شاء الله يزيد 77 78 بهالوحش ما شاء الله تبارك الله. سي سي اس 2 الغني عن التعريف، يعني ما شاء الله تبارك الله. وني تسلا بعد، طبعا هذيل عرفتوهم اوبر كريم اللي ما يخلصون هم هذيل. مساكم الله بالخير اخواني، قاعدين نشحن في ابو الابيض، بس طبعا سامحوني جراجة تقولكم مع السلامة. لا يعني زين منها اشتغلت وبندت الشاشة تسود تخضر، فلازم يصير فيها شكوى. طبعا يا اخواني هذا فيديو ثاني بعد ربع ساعة، ها والموتر طلع فوق 80، يعني واضحة واضحة شدمو، ها اوه ارمس تشوفه هذا ولا ما تشوفه؟ خيس انت ولا حد يباك، جريب ما بشوفك تندفن بتندفن حبيبي. شدمو قال حبيبي مع السلامة. مصر ما يبونه، يبونك انت هني. انا حاليا في محطة بحوي وشابكين الادابتر، اول محاولة زين. حصلت المحطة فاضية ما شاء الله، دوم مشغولة هالمحطة. اسمع المحطة على قولة خلفان اترحب، والادابتر تفضل. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله تبارك الله. خلنا نشوف وين الانفورميشن، ما يطلع شيء. شو السالفه؟ اوكي درجه حراره 57، انتوت انرجي 0.4. شارجينج السيارة فيها 49%. شو السالفة؟ ليش بطيئة؟ خلنا نشوف كم تعطي هناك. معقولة بطيئة لهالدرجة؟ ما أتوقع. نشوف كم سرعة الشحن. ثمانية كيلو ما شاء الله each minute. تو ثمانية الحين سبعة عشان المكيف.
بدلت المكيف. ثمانية كيلو. سلام يا سي سي اس، سلام. ابداع ما شاء الله. تو 49 الحين ما شاء الله 52. خلينا نرجع نشوف. ايه هذا درجة حرارة بس ليش 2.6 كيلو وات بير اور شارجين. المهم هاي قراءاته بس يعطيك ما شاء الله سرعة. شباب السرعة هذه 74.9 دون شاب كلنا. طبعا الشرج على طول ما يحتاج انك تصير تأكد انه شغال ولا مو بشغال. ما شاء الله ابداع. ابداع ما شاء الله. اعطيكم العافية. خلونا نبطل الباب. سمحوا لي عاد سيارة شوية مختبصة. شوف لما تفتح الكاميرا. ثمانية كيلو ما شاء الله كل وقت موجودات. بأشرج إلى 100%. مو يعني 90 يمكن. بأشرج إلى 90 بس. سعر في المية. سلام يا سي سي اس سلام. موجود. ربع يوم عندك سي سي اس ممنوع انك تقلق. ركب الادابتر واسمع الصوت يا حبيبي. محمد وعدنا 1-2 على طول يشبك وبكل ثقة. الادابتر شغال، المحطة شغالة، كم تعطيك السرعة 74.5، عارف إذا تعطي الوقت ولا لا، ديوريشن بعد الصفر الوقت 74.6. ممنوع الواحد انه يقلق اذا عنده سي سي اس. يا حبيبي ركب وتوكل على الله. اذا عندك سيارة جي بي تي صينية هذا هو الحل. شوف كم السرعة. انا بشرج الى 90. الحين السرعة كم عندنا؟ 8 كيلو. سلام يا 8 كيلو. الوقت كم؟ يبالي 20 دقيقة. 20 دقيقة الى 90. كيف شغال ولا موجود وانت رجع. الامور طيبة.